وينضم إلي عبر الهاتف السيد جمعة القماطي المحلل السياسي ورئيس حزب التغيير. سيد القماطي، أرحب بك معي في السابعة. مرحبا بك وتحية لك ولكل المشاهدين الكرام. حياك الله. كيف تقرأ المبادرة التي أطلقها السيد رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، خصوصا أن البعض علق عليها بأنها ربما قد تتيح لغسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا إلى العودة لقيادة المشهد من جديد، لأنه قبل هذه المبادرة لم يستطع أن يتحرك بحرية في الأحداث الأخيرة التي تلت الرابع من أبريل؟ كيف تقرأ أنت المشهد أو هذه المبادرة؟ بداية يجب التذكير بأن دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا هو دور الدعم وليس دور الإدارة لليبيا، وبالتالي دور البعثة ودور غسان سلامة هو تقديم كل الدعم الفني والسياسي والقانوني المطلوب للأطراف الليبية لكي تتجاوز الصراع والأزمة في ليبيا. ولهذا نحن للأسف تعودنا في السنوات الماضية أن البعثة والممثل الشخصي للأمين العام المتحدة في ليبيا هو الذي يبادر، هو الذي يطرح الحلول، هو الذي يطرح خارطة الطريق أو رؤية للحل. الأصل هو أن الأطراف الليبية هي التي تبادر وهي التي تطرح الحلول ويتم حولها حوار وتوافق، ويساعد الأمين العام مبعوث الأمين العام المتحدة مثل غسان سلامة يقدم الدعم اللازم لإنجازها على الأرض. لذلك جاءت مبادرة السراج كمبادرة ليبية وليست مبادرة من الأمم المتحدة أو من غسان سلامة، هذا أمر مهم. الأمر الآخر أن مبادرة السراج أمس تقول أنه على الرغم من أننا سنستمر في القتال وفي الدفاع المشروع على العاصمة طرابلس وعلى المدن التي هاجمها حفتر وعلى هذه الحرب الشرسة التي يقودها حفتر للانقلاب على السلطة وأخذ السلطة بالقوة، سنستمر في الدفاع وفي الحرب، وفي نفس الوقت أننا نطرح رؤية للسلام وحل السلام، لأن لابد لا يمكن للحرب أن تكون دائمة، لابد لهذه الحرب أن تنتهي وبعدها لابد من حل سياسي. والأمر الآخر المهم في هذه المبادرة هو أن فايز السراج ضمنيا استبعد أن يكون حفتر جزء من أي حل سياسي. واضح أن حفتر أصبح الآن مجرم حرب، طرف غير مرغوب فيه، طرف يجب أن يتم التحقيق في كل جرائم الحرب التي ارتكبها ويقدم إلى القضاء الليبي وربما حتى القضاء الدولي، وبالتالي حفتر ليس جزء من الحل، وإنما المقصود بهذه المبادرة هو كل الأطراف الليبية الأخرى من كل المناطق، كل الأطراف التي تؤمن بالدولة المدنية، تؤمن بالعمل السلمي والحل السلمي، وتؤمن بالتوافق والشراكة بين الجميع. بينما حفتر لا يؤمن بالشراكة، لا يعترف لأي أطراف أخرى في ليبيا يمكن أن تشاركه ما يطمح إلى الوصول إليه من سلطة مطلقة عن طريق القوة وليس عن طريق السلام والحوار. من هذا الباب تميزت هذه المبادرة عن سابقاتها وعن ما يمكن أن يطرحه غسان سلامة. طيب دكتور جمعة، يعني هذه المبادرة احتوت خطوطا عريضة ربما لا يوجد فيها آلية مفصلة، بالتالي هل يمكن أن تستوعب هذه المبادرة مبادرات أخرى تنطلق مثلا من بعض الأحزاب السياسية التي كانت تحاول باجتماعات مكثفة في المدة السابقة إيجاد مبادرة موحدة يتم الاتفاق عليها قبل أن يعلن السراج عن مبادرته الأخيرة، أو حتى من خلال بعض الشخصيات السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني؟ هل يمكن تذويب هذه المبادرات في مبادرة السيد رئيس الحكومة؟ نعم، يمكن أن نقارن بين مبادرة السراج أمس وبين ما كان يطرحه غسان سلامة قبل الحرب من الذهاب إلى الملتقى الجامع في غدامس في 14 أبريل، والذي يعني دعب حفتر على أن يمنع وقوعه لأن حفتر كان يشعر أنه سيكون خارج المشهد عندما يتفق الليبيون سياسيا، وبالتالي بادر بالحرب ومحاولة السيطرة على طرابلس يوم 4 أبريل قبل ملتقى الجامع في غدامس بعشرة أيام. الملتقى الجامع في غدامس لم يكن واضحا ماذا سيخرج به، ما هي الآليات، ما هي المقترحات المحددة. قدمت عدة أطراف مقترحات مفصلة لغسان سلامة قبل مؤتمر غدامس. الأحزاب
قدمت مقترحات مفصلة. نحن في حزب التغيير قدمنا مقترح مفصل لبعثة الأمم المتحدة في يعني في نهاية شهر مارس وقبل انعقاد ملتقى غدامس بأكثر من أسبوعين أو ثلاثة، ولكن الآن ملتقى غدامس أصبح تاريخ، الأحداث تجاوزته، نحن الآن في واقع جديد. ما ذهب إليه قيس سراج أمس أنه كان محددا وواضحا أكثر مما كان يقوله غسان سلامة حول ملتقى غدامس. مثلا على سبيل المثال قيس سراج يقول أن الملتقى الجامع الذي يقترحه يجب أن يشكل لجنة قانونية، وهذه اللجنة تجد أساس دستوري لانتخابات برلمانية وربما رئاسية. أيضا فايز سراج قال أن هذا الملتقى الجامع يجب أن يشكل لجنة قانونية لصياغة قوانين انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية. إذن قوانين الانتخابات لن تكون رهينة لمجلس النواب والسابق الذي كان ينعقد في طبرق، ونحن نعرف الآن أن مجلس النواب هذه فعليا انتقل إلى طرابلس. طيب دكتور، هذه قد تفتح جدلا قانونيا، خاصة من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والذين ينتظرون منذ مدة أن يصاغ قانون يلائم الوضع الليبي حتى يمكن الاستفتاء على الدستور. لكن ما قصدته ليس ما كان يفعله غسان سلامة، أنا أتحدث الآن بعد أن أطلق السراج هذه المبادرة، هل يعتبر أو هل يمكن أن تعتبر هذه هي المبادرة الوحيدة، أم يمكن لآخرين يمثلون أطرافا فاعلة على الأرض أن يقدموا أي مبادرات يعني يمكن أن تفصل بعض النقاط التي تحدث عنها السراج؟ يعني السراج أطلق مبادرة عامة، هل يمكن إطلاق مبادرات أخرى في ظل هذه النقاط العامة التي تحدث عنها السيد رئيس الحكومة؟ أولا لابد من التذكير بأننا لازلنا في حالة حرب، لازلنا في حالة دفاع عن العاصمة طرابلس وعن المدن التي احتلها مجرم الحرب حفتر، ودفاع عن الدولة المدنية وعن الحكومة الشرعية التي يعترف بها العالم المتحدة. وبالتالي نحن إلى أن تحسم هذه الحرب بالنصر بإذن الله على مجرم الحرب حفتر، وإلى أن ينهزم ويندحر ويعود من حيث أتى، من الصعب أن نتكلم عن انعقاد ملتقى سياسي أو غيره. إذن نحن نسير في خطين متوازيين، الحرب والحق المشروع في الدفاع عن طرابلس وعن كل المدن التي هاجمها حفتر، وفي نفس الوقت خط آخر موازي وهو التفكير في الحل السياسي ووضع رؤية سياسية وبرنامج سياسي لما بعد الحرب. وبالتالي نعم يمكن لأطراف أخرى كثيرة، أحزاب سياسية، مؤسسات مجتمع مدني، أطراف اجتماعية، نخب سياسية وغيرها، يمكن أن تضيف وتتري ما عرضه السراج أمس. أعتقد أنه عرض خطوط عريضة وعناوين، ويمكن أن يكون في مقترحات تفصيلية أكثر. وعندما إن شاء الله تحسم هذه الحرب وتنتصر القوى التي تدافع عن الدولة المدنية وعن الشرعية وعن دورة فبراير وعن حقنا في أن نبني دولة مدنية دستورية يسودها القانون والديمقراطية والانتخابات، وليست العودة إلى دولة الدكتاتورية والاستبداد والحكم العسكري. عندما نهزم وننتصر على المشروع العسكري للمجرم حفتر، عندها يمكن أن تنطلق هذه المبادرة بكل تنقيحاتها، بكل إطراءها، بكل ما يحدث لها من إضافات وتفصيل وتنقيح، يمكن أن تنطلق إلى أرض الواقع ويبدأ فعليا الشروع في التطبيق والشروع في الإعداد لملتقى وطني جامع. ومن هنا لابد من التأكيد أن دور غسان سلامة يجب أن يكون دور الداعم، وليس دور الذي يملي ويفرض ويغير المسار ويأتي لنا بخارطة طريق أخرى ليست بالضرورة في مصلحة الليبيين، وإنما ربما في من وجهة نظر الأمم المتحدة والأطراف الدولية أكثر منها من وجهة نظر الليبيين والمصلحة الوطنية الليبية. أشكرك جزيل الشكر دكتور جمعان القماطي، رئيس حزب التغيير والمحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف.